سلام لكل أوفيائنا وفي قناة الجزائر أنوان، مرحبا بكم في عدد جديد من صراحة راها. اليوم رانا متواجدين في شوارع العاصمة كالعادة والعوايد باش نشوفوا رأي المواطن الجزائري وش يقول لنا على مباراة الفريق الوطني اللي جمعته ضد نظيره السيريليوني، وهل مازال متفائل خير في الفريق الوطني أنه يفوز بمباراة يوم الأحد ضد غينيا الاستوائية. يلا تبعوا معنا. كمرأة جزائرية تبين لك بناسيونال؟ أكيد لك بناسيونال، راه يمثل كشغل الجيش الوطني تاعنا في الرياضة. واش رأيك في الأداء اللي فات عليه ضد سيريليون؟ والله أداء مقبول، وبالرغم الظروف المناخية اللي أثرت عليهم بحكم البيئة، المناخ تاع الجزائر ماشي كما المناخ تاع إفريقيا الوسطى، وبالتالي هذا شيء طبيعي يعني أنه يكون يتأثر الإنسان بالمناخ، هذا شيء طبيعي يعني. لكن مش معناته أنه نقصوا من الأداء تاعهم الرياضي ولا لا، بالعكس كانوا في المستوى وحمرونا الوجوهنا بما انه الشباك تاعنا بقات نظيفه، فهذا هو الانجاز الكبير يعني. واش راح نقول لك، المنتخب الوطني ادى اللي عليه وحنا رانا نادوا اللي علينا، والباقي بيد ربي سبحانه. ان شاء الله ان شاء الله فيها خير على ربي ان شاء الله. صاحبي راك متفائل على مباراه الغد ضد غينيا استوائيه؟ راني ما بينه وبين يا اخو، والله ما بينه وبين سما شغل في اللقاء الاخير هذا اللي جوزناه كاينه شويه صعوبات وما نعرف، وان شاء الله على ربي يا اخو اللي فيها خير ربي يجيبها وخلاص. شوف اداء كان هايل، كانوا هايلين، ربي يحفظهم منا ان شاء الله. راني نقول لك لي جون كون جو بار دو جون جو بار دو ليكيب ناسيونال اي لي جون الجيريان تاعنا، ميم لي الجيريان تاعنا ثاني ايزون سيبورتي، رانا فرحانين بهم بزاف. ان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله يزيدوا ينجحوا في هذه لاكوب هذه، وتاكلين على ربي وعليهم. المنتخب الجزائري شفنا في الماتش الاولاني لعب لاباس، لعب بيان، وشنو كاين عوامل هي الحراره والرطوبه والملعب، الملعب اللي لعبنا فيه ماشي كاع ملعب هذاك، الفرق بين الملعب اللي لعبوا فيه المروك اللي لعبوا فيه غانا، فرق كبير بين الستاد اللي لعبوا فيه والستاد تاعنا. حنا لعبنا الستاد تاعنا كارثه، وزيد توقيت ما يساعدش كاع التوقيت هذاك. السيراليون ما لعبوش مليح، لا غالب الارضيه كاين ظروف الرطوبه، حنا موال في كاين محرز ومن ما في لعب في الانجليز. كاين حاجه عندك شنو قول بالماضي، خلينا من بون الجاح دخلنا عمورا نشوفوه فوق هاك فاهم، وزيد ابراهيم يدير رومبو في الصداك فاهم، سما غير خلينا منه. مهم لا هذيك نهار لا غالب، وان شاء الله هذه خاطر يفرحونا، وان شاء الله نجو نتيجه، وان شاء الله نجيبوا الثالثه ان شاء الله. ما جاتهم الصطاد عيان، جاهم بزاف صوال عيان راك شايف، سماتك ما كاش كيفاش. ان شاء الله الماتش الجاي غدوه نديروا حاجه، وانا على بالي بلي محرز يدير حاجه يا خو. كانت مباراه في القمه هي ملاحه، مشي ملاحه، وشنو الجو كان شوي شفتي تيرا كيف كيف، ما كانتش تيرا اص باش تجيب فيها نجم عالمي كيما محرز ولا بن سبعيني ولا بن رحمه يلعب لك في تيرا كيما هذيك، راهي ما كانش منها كامل هذه. ولاعب هما مش ما لعبوش، تجارتين شحال من بيت شحال من فرصه جيت تراطين الله غالب. ادى المنتخب الوطني ضد سيريليون شويه ما جبش، ارضيه عيانه كذا منا وسخانه عليهم، داروا الماتش عزوج، هما مش عزوج كاع، هما من مستولها. ما نخفاش عليك، حنا المنتخب الوطني تاعنا كنا دايرين فيه ثقه كبيره باش يفوز، انا واحد بالله مع منتخب سيراليوم قلت بالك على الاقل نربحهم واحد ربعه ولا خمسه، ولكن الله غالب. كما يقول لك افريقيا تبقى افريقيا، كنشوفهم مساكين لاعبين في ديك الحراره في ديك الرطوبه، زادوا لعبهم ثاني على الزوج على في وقت تاع سخانه بالبزاف. معليش كما يقول لك التعادل، والحمد لله ما كانتش الخساره، والحمد لله المنتخب الوطني تاعنا لحق المباراه 35 بدون انهزام. الماتش هذاك تقدر تقول عليه صعيب باسكو علاه الارضيه كانت عيانه، دا الرطوبه كانت من 80 حتى ل 85، الحراره كانت من 34 حتى ل 35، كانت سخانه عليهم بزاف، لي سيبورتور اللي راحوا منا ما قدروش، راهم غير قاعدين وما قدروش من السخانه والرطوبه، فما بالك لي جوار يعني، ما نقدروش نلومهم. زيد نقول لك حاجه يعني، الحمد لله عدنا نزعفوا من النيل. يا اخي واش نقول لك، المقابله كانت صعيبه، وحنا ما تعودناش على هذاك الوقت على كل حال نتاع البرمجه نتاع المقابله، وان شاء الله فيها خير يعني، مقابله جيده، ونشكروا اللاعبين وبالماضي حتى المسؤول الفريق، ونتمنى ان شاء الله فيها خير، ومازال اللقاء الجاي ان شاء الله، وربي يوفقنا ان شاء الله، ونتمنى لهم غير الخير ان شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله يكون خير. نعم احنا نضع الثقه في الفريق الوطني تاعنا كما بكري كما دوك ما تغير والو، على بالنا بهم راح يكونوا رجال وراح يقاتلوا لاخر لحظه. شحال راكم تتوقع النتيجه ان شاء الله؟ ان شاء الله 2-0 ان شاء الله يا رب، التوفيق لهم ان شاء الله ونعاودوا نرفعوا الاعلام كيما تاع كاس العرب ان شاء الله يا رب. تسمى المنتخب تاعنا راه مليح ماشي ما راهش مليح بصح شغل راهي العين علينا بزاف، راه العين راه قويه علينا وان شاء الله على ربي راني متفائل ان شاء الله وندوها ان شاء الله. على وي يا سيدي قلت لك متفائل، شحال راك متفائل ابي بري النتيجه تكون؟ راني متفائل، شوف البورسونتاج تاعي راه واحد 80% والنتيجه ان شاء الله تكون 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله مع غينيا ان شاء الله ان شاء الله، احنا ماذا بينا يربحوا، احنا ما نقولوش هذوك يربحوا، احنا ان شاء الله ربي ينجح اللي كان مليح ان شاء الله يا ربي ونفوزوا ان شاء الله يا ربي باذن الله. راني متفائل ان شاء الله 95% باللي يربحوا ان شاء الله بنتيجه عريضه، واحد 3-1 هكذاك ولا 3-1 ولا 2-0، هذه هي النتيجه ان شاء الله اللي راح يديرها الفريقنا الوطني، ونتفائلوا ان شاء الله دائما تفائلوا الخير ان شاء الله، وان شاء الله كما يقول لك الفريق الوطني تاعنا يدير واش درنا في 2019 في مصر، وشنو كاين الكولاسه هذه اللي ما تساعدش الفريق الوطني تاعنا، كولاسه كاين الملعب والتوقيت الرطوبه. اكيد احنا دائما متفائلين بهم وفرحانين بهم بزاف بزاف، وربي يوفقهم ان شاء الله ويزيدوا كامل اللي يفرحونا كما هما فين يفرحونا ان شاء الله. نتيجة 3-1 ان شاء الله ان شاء الله يدغني ان شاء الله نديروا حاجه ونربحوا باذن الله ندكوا بلافري ان شاء الله. وشحال راك متوقع النتيجه تاع مباراه الغد؟ باذن الله 2-0 باذن الله 2-0 متفائلين ان شاء الله. الماتش غدوه لينا نحن ما فيهاش إن شاء الله. ما فيهاش لينا نحن مربوحه ان شاء الله، ولا كوب تجي لينا نحن ما كانش صح. قلنا النتيجه ابي بري شحال زعما تكون؟ ودو ان شاء الله تكون 3-0 ان شاء الله، اوفيسيال 3-0 ما فيهاش. نقولوا بالماضي ارفع راسك، حطيت راسك الطونك اللي راه الشعب الجزائري معاك ان شاء الله ما تخافش، وحنا رانا متفائلين ان شاء الله. نديروا ماتش شباب كاع و95% ان شاء الله نربح ان شاء الله نربحوا، وهذه هي. شحال تتوقع النتيجه؟ 3-0 ان شاء الله. محرز وبلايلي وبنجاح ان شاء الله. غدوه ان شاء الله مع غينيا الاستوائيه بالك ان شاء الله نربحوا 3-0 الا كتب ربي ان شاء الله. ما يلعبوا على 8 تاع الليل وكاع ان شاء الله يكون الجو يناسب بالك على ربي، وان شاء الله مهما كانت النتيجه نفتخروا بالمنتخب تاعنا ونفتخروا بوزير السعاده تاعنا جمال بن ماضي، وعلى بالي باللي يعملوا كل ما فيه وسعهم بيفوزوا، على بالي باللي ما يعني يشمخوا تريكو كيما نقولوا حنا. الماتش تاع غينيا الاستوائيه تقدر تقول هو يعني ماهوش ساهل، وانما عندنا يعني عندنا لجوار حارين يلعبوا نافحين، فائلين باذن الله ماركي سليماني ونربحوا 1-0 فهمت باذن الله. لا نربحوا 1-0 بزاف علينا باسكو الارضيه راه عيانه والرطوبه والحراره باذن الله رانا معولين عليها وان شاء الله. بارك الله فيك خويا يعطيك الصحه. صحيتك ان شاء الله مربوحه باذن الله، والفوز لا محله، وان شاء الله الملاعب يكونوا في حسن ظن يعني الجمهور اللي راه يتبع من بعيد وقريب، وان شاء الله المقابله تكون لصالح الفريق الوطني، وان شاء الله نكاليفي الدوزيام تور باذن الله. شحال تتوقع النتيجه ان شاء الله؟ نتوقع النتيجه 3-0 باذن الله. كما شفتوا مشاهدينا الكرام هكا ردانينا المواطن الجزائري فيما يخص الموضوع تاع نهار اليوم. انا ما بقى غير نقول ربي يكون مع الفريق الوطني في المباراه القادمه، تلقوا فرصه اخرى، سلام.